مساء الخير، حلقة جديدة من مرايا. قل كلمتك وامشي، والحياة عقيدة وجهاد. على هذين الشعارين تربى ونشأ ضيفنا هذا المساء. بعمر 6 سنوات فقد والده لأنه كان صاحب قلم حر، لا يرتهن لأحد ولا يهاب قول الحق والدفاع عنه. على خطى الوالد نشأ ونهل من فكره وحياته عبرا ومبادئ لازمته وتلازمه حتى اليوم. شاب في مقتبل العمر لديه أحلام وطموحات، صاحب طلة مميزة وحضور لافت ومتنوع، عضو في مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، إداري يمتاز بالدقة والعمل المنظم، صاحب روح مرحة لا تفارق الابتسامة وجهه. إنه الصديق الذي يتفانى في خدمة أصدقائه، يؤمن بأهمية دور الشباب في بناء الوطن. معنا وفي أول إطلالة إعلامية له، مالك كامل مروي. مساء الخير وعلى وسهلا فيك مالك مروي. إطلالاتك عبر التلفزيون هي عديدة ومتنوعة، بمعنى آخر الإطار اللي طليت من خلاله كان بيختلف بين المرة والتانية. ليه رح تكون طلتك أو إطلالتك شاملة؟ رح تكون أنت محور الحديث، رح نحكي معك عن القضايا اللي تعطيت فيها، اللي عم تحلم فيها، والقضايا طبعا اللي كانت مفروضة عليك. بداية الناس رح تسأل مين مالك مروي. شخصيا الجواب اللي أنا فيني أعطيه أنه مالك مروي هو أحد أبناء الصحافي الكبير والثائر، يلي كتب بكلمات من نور ومن حق قضايا أحداث شخصيات كانت أساسية بتاريخنا المعاصر. حضرتك مثل ما قلنا أحد أبناء كامل مروي، إلى أي مدى بتشعر بوطئة ومسؤولية هالاسم يلي أنت حامله؟ ومن ناحية تانية، هالاسم إلى أي درجة ساعدك وكان جواز مرور سهل لك الإشي ومع أداء أبدا؟ يعني طبعا كوني ابن كامل مروي على الصعيد الشخصي كانت شغلي هامة وكبيرة، على الصعيد الخاص وعلى الصعيد الاجتماعي والعملي كانت شغلي سهلت لي كتير من الأمور وساعدتني في طريقي وفتحت أبواب كتير كبيرة قدامي. ولكن على الصعيد الشخصي من الصعب الواحد يكون في ظل رجل من هالكبر هذا، رجل عمل حاله بحاله ووصل إلى مراكز كتير مهمة صحفيا وسياسيا، مش بس بلبنان وبالعالم العربي، بقى وطأتها يعني في حمل على ظهر الواحد، مش شغلي سهلة. ولكن على الصعيد اليومي سهلت لي كتير كتير من أموري وفادتني وفتحت لي الأبواب. أكيد عندك كثير من الأبناء بيعيشوا تحت أو بيعيشوا بعقدة البي، يعني بيكون عادتهم انه هيدا هو والدهم، بيحاولوا بشتى الوسائل يكونوا على صورة الوالد. هلا شي صار معك؟ اكيد يعني الواحد بيحاول، بس اذا بكون منطقي مع نفسه ما في شخص مثل التاني. يعني هذا مش هاجسك؟ اكيد كان هاجسي بفترة من فترات من بعمري، ولكن الـ 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 الخبرة والحياة بتعلم انه كل انسان غير التاني، ومقدرات شخص بتختلف عن مقدرات الشخص التاني، و وعطاءاته بتكون يمكن بنفس المجال او بغير مجال. طبعا في فتره من الفترات اكيد كان شكلت عقدي حتى اذا بدك بحياته للانسان، بحياتي الشخصيه، ولكن طلعت يعني منها بعدين. بده يطلع منها الواحد، يعني بدك تعرف يعني صار بيطلعوا منها، بس يعني كمان بدها خبره وبدها قوه تطلع منها. مثل ما عم بقول على الصعيد الشخصي كانت كتير صعبه الواحد يربى بظل انسان مثل كامل مروي، ورجل عملاق وصل المواصيل اللي وصلها بقى، وكمان نظرة العالم قالك انه انت الابن ولازم تكون نفس الخطة. الى حد ما حاولنا، في انا وفي عندي خيين جميل وكريم، يعني كلنا حاولنا ونجحنا الى حد ما، وفشلنا لانه ما فيك بامور تانية، لانه ما فيك تنقل حياة شخص وتصير حياتك. يعني كل انسان عنده شخصيته، نجحنا بكتير أمور وبكتير أمور تانية، إذا فشلنا بالنسخ نجحنا بالعطاء التاني. بعدين الزمان تغير، الظروف تغيرت. طبعا طبعا كل ظروف وكل زمن لها تفكيرها ولها حياتها ولها طريقتها ومسلكها، كله تغير. كامل مروي توفى من 30 سنة. نحن بدنا نكون شاعريين، لكن الحقيقة شخص بعده عايش بقلوب كتير من الناس، بقلوب زملائه، بقلوب أصدقائه، وطبعا ما رح نحكي عن عائلته.
وقت بدنا نحكي عن صفحة مشرفة بتاريخ الصحافة العربية واللبنانية ما فينا إلا ما نحكي عن كامل مروي. بس 30 سنة عمر بكامله طبعا، 30 سنة حروب، ثورات، فواجع، مآسي، والإنسان بينسى. ب 30 سنة الذاكرة بتتعب كتير، وبلبنان للأسف التاريخ بنمحها كل يوم. كيف تم 30 سنة؟ اليوم جيلنا بيشكل نسبة 51% من سكان لبنان، وجيل ما بيعرف شيء أبدا إطلاقا عن تاريخه، وبالتالي ما بيعرف شيء عن الأقطاب والأسماء والكبار يلي صنعوا هالتاريخ. أنتوا أبناء كامل مروي كنتوا عين على شيء، وأصدرتم كتاب أو مجموعة مقالات كامل مروي، وكان الإهداء إلى جيلنا، إلى جيل الشباب العربي واللبناني بخاصة، دروس وعبر من رجل وهب حياته في سبيل عقيدته فقال كلمته ومشى. علينا نتعظ ونعتبر لنسير قدرنا فنحقق أحلامنا بالحرية والتحرير والتقدم والرقي والسلام. أكيد بهالقسم ما رح نقدر نختصر كامل مروي، بس بدنا نطلب منك لأن احنا نحب نعرف كتير عنه، بهالكم دقيقة تختصر لنا إياه وتخبرنا عنه. بنحاول نلقي الضوء على الثوابت اللي انطلق منها، على الأهداف اللي وضعها قدامه، على عقيدته. من هو كامل مروي؟ أول شيء، كامل مروي ولد في ضيعة اسمها الزرارية بقضاء الزهراني، ضيعة جنوبية فوق سور. ولد بعدين انتقل إلى صيدا حيث تعلم في مدرسة الفنون الجميلة اللي معروفة بالأمريكان هلا. ومن ثم كان والده تاجر في المكسيك، توفى كان عمره 10 سنين الوالد، يعني بي جدي توفى وكان والدي عمره 10 سنين، بقى يعني ربى حاله بحاله. انتقل من صيدا إلى بيروت ودرس بالكلية العملية ودرس فيها بس أنهى علومه. بالفترة كمان رافق رشيد بيضون اللي هو مؤسس العملية، رافقوا بسفرة إلى أفريقيا بالثلاثينات لجمع التبرعات لبناء العملية والتقدم فيها، وهذا اللي حصل. وكانت سفرة كتير مهمة بالنسبة له، يعني فتحت له أفاق كبيرة، وبنوا العملية. ومن وقتها انتقل على الصحافي، اشتغل مع الأستاذ كاظم الصلح في جريدة النداء. طبعا كان تربطه بالرئيس رياض الصلح صداقة ومحبة كبيرة، اعتبروا بكتير أمور مثل أخ صغير أو ابن صغير، ساعدوا كتير الرئيس رياض الصلح. وبعدها انتقل للعمل في جريدة النهار مع الأستاذ جبران تويني الجد. ومن ثم في الحرب العالمية الثانية اضطر يترك لبنان إلى أوروبا، حيث قضى تقريبا حوالي 4 سنين بين أوروبا، يعني بين تركيا وأوروبا الشرقية وحتى برلين. كان في مجموعات عربية كتير. كانت هجرة اختيارية أم كانت هجرة بالإكراه؟ كانت هجرة شوي قصرية، لأنه كان في مجموعة من الوطنيين العرب اللي كانوا يعتبروا عدوي صديقي، باعتبروا أنه ألمانيا كونها بهالخانة هاي بتكون صديقة، وبيقدروا عبرها يحصلوا على اللي كان يحلموا فيه اللي هو الاستقلال، واستقلال لبنان والمنطقة، و يعني يمسكوا زمام أمورهم بإيدهم. طبعا كان أهم شخصية بيناتهم الشيخ أمين الحسيني اللي هو مفتي القدس، وكان في برلين. قضى فترة لفترة ببلغاريا كمان مهمة من فترة الأربع سنين، وكان بوقت اللي فاتوا الشيوعيين واحتلوا بلغاريا، قضى تحت حكمهم تقريبا شي سنة. وهذه طبعت كتير في كان إلا طبع وواقع كتير قوي بتفكيره المستقبلي، يعني كان ينظر إلى الشيوعية شوي بتخوف وبعدم ارتياح. بعد ما خلصت الحرب العالمية رجع إلى بيروت وحب يكمل مع الأستاذ جبران تويني، ولكن بسبب الجد طبعا بسبب الاختلاف السياسي وطموحه، ما في شك أنه كان رجل طموح جدا، قرر يصدر جريدته وأصدر انطلاقا من مكاتب النهار. وطلب طبعا بعد ما حكي مع الأستاذ جبران، قال له تفضل، أعطاه مكتب بمكاتب النهار بسوق طويلة كانت، وأصدر جريدة الحياة عام 46 من النهار. واستمر هنيك لأي فترة؟ استمر شي سنتين.
سنة ونص. بعدين فتح مكتب لقلو خاص. بعدين عمر مكاتب بالبلد، بناية الحياة وشارع الحياة طبعا صار اسمه. بعد الحياة أصدر بسنة 52 جريدة إنجليزية اللي هي ديلي ستار، وكان بنظره أنه الإنجليزي كتير مهم لحتى الأجنبي يفهم القضايا العربية، أنه القرار بآخر المطاف موجود في البلدان الأجنبية، وأنه كان مثل ما هلأ نرجع نحكي شوي عن فلسطين ومركزيتها بتفكيره، أنه لازم إفهام أصحاب القرار في أوروبا وأمريكا عن أوضاعنا. بقى إصدار هالجريدة الإنجليزية كان من هذا الباب حتى يقدروا يطلعوا على أوضاعنا. طيب هل ديلي ستار قدرت حققت أهدافها؟ بفترة من الفترات حاولت، ما في يعني الواحد بحط هدف وبحاول. بعتقد حاولت ونجحت، لأنه ضلت يعني كانت ديلي ستار من 52 أول جريدة بالمشرق العربي. كان في بس جريدة بمصر، أول جريدة إنجليزية بالمشرق العربي، وضلت وكانت منتشرة بكل الأقطار العربية. كانت منتشرة بكل الأقطار العربية، ولكن التشدد كان على لبنان، لأنه ما ننسى بلبنان كان في جالي أجنبي كبير. يعني الواقع اللي عم تحاول كانت تعكسه الصحيفة كان واقع لبنان بشكل خاص والوطن العربي. والوطن العربي بشكل عام أكيد. بعد هيك طبعا طلع بسنة 59 جريدة بالفرنساوي لفترة كتير كتير قصيرة اسمها لوماتا، وصار اتفاق عليها. هلأ بنحكي من القصص، هو وغسان تويني قرروا انه بيسكرها بي لوماتا، والاستاذ غسان ما بيقرب على الانجليزي وبي ما بيقرب على الفرنساوي، وهيك صار هيك ضليت. كان في زمالي كتير مهمة بيناتهم، والاستاذ جورج نقاش بفترتها كانوا كتير صحيح كل واحد عنده جريدة بنفس بعضهم، كانوا منافسين ولكن كانوا أصدقاء جدا، وكانوا يعني يجتمعوا عنا بالبيت ببيت مري كل نهار أحد، كانت تقليد أسبوعي. وأغتيل عام 1966 بمكتبه بسبب أراءه السياسية اللي كانت تعتبر رجعية بكتير من التفكير. لازم نتذكر أنه بهالفترة صار في كتير انقلابات عسكرية بالعالم العربي، ابتداء من العراق فسوريا ومصر. طيب هل كانت مقالاته فعلا خطرة إلى درجة تؤدي إلى مقتله واغتياله؟ يعني مقالاته كانت واضحة، يمكن الوضوح كان ممنوع، وضوحه وشفافيته بعرض القضية، بعرض المشاكل، بعرض الأغلاط اللي كانت قامت فيها هالتركيبات العسكرية والأنظمة العسكرية هي اللي سببت الضغط. طيب سببت الخطر اللي أدت إلى اغتيال كامل روي. يعني عم نحكي هون بال 66 تقريبا، بال 66 المخابرات المصرية كان عنده موقف ضد عبد الناصر، بمعنى ضد أعماله مش ضد عبد الناصر كشخص، وخصوصا بموضوع تدخل عبد الناصر في اليمن بال 63. بيذكر أنه عبد الناصر كان في حرب أهلية باليمن بين الملكيين والجمهوريين، وأرسل جيشه لمساندة الجمهوريين، وكان موقف بي أنه هذا الجيش ما لازم، يعني الجيش العربي ما مفروض يحارب ويدخل بين العرب، وقت لازم يكون في تنسيق وتكامل، وأنه في عنا عدو إسرائيلي احتل منطقة كبيرة، احتل فلسطين اللي هي عزيزة على قلب الكل، ومتروكة هالقصة. بقى كان دايما ينادي بالتضامن والتضامن العربي لما فيه مصلحة العرب وفلسطين. بزمن الوالد مالك كان المقال الصحفي يقلب الرأي العام، كان يهز الشارع كلياته، كان يلعب المسؤولين. هل اليوم برأيك بعد الكلمة قادرة انه تخوف، بعد قادرة تغير، بعد المقال الصحفي فعال مثل ما كان من قبل؟ يعني سؤالك شوي هيك بخوف، لانه كان فعال يمكن لانه كان في ديمقراطية اكتر، او ممارسة الديمقراطية كانت حقيقية الى حد ما، لانه تغيير الرأي العام كان يأثر على الحكم. بعتقد هلا اكيد اقل، اكيد اقل هالتأثير. شو الاسباب برأيك؟ اسباب لانه الديمقراطية ببلادنا ما نضجت، بل بالعكس حطيناها بسلطة واخترعنا شيء جديد. نهار من لقيت
التركيبة اللبنانية ساعة ستة ستة مكرر ساعة ترويكا ساعة، يعني ما عم يعني ما لنا ديمقراطية بالمعنى الأصلي للكلمة. بس في حرية، في حرية تعبير، في حرية تعبير، بس ما بعتقد في حرية تغيير. ما في حرية تغيير طبعا. يعني فيك وحتى هيدي إلى حد ما كمان في كتير أمور التعبير، إذا بنطلع بمقالات الوالد وغيره من الرعيل الصحفي بفترتها كان يعني الحرية اللي عندهم والمقدامية اللي عندهم يعني يقدروا يكتبوا قصص اللي براسهم، بعتقد هلأ كتير أخف، كتير أخف. طيب مقالات الوالد كان تحت عنوان قل كلمتك وامشي، يعني كان يهدف من خلالها إلى قول الحق والحقيقة غير آبه بالعقاب أو بالنتيجة اللي ممكن تصدر عن هالمقالة اللي كان يوقعه. اليوم هل بعد في عنا أقلام عم تكتب وما فرقني معها، شو رح يكون العقاب؟ يعني أكيد الأيام تغيرت العالم ما عادت تكتب مثل قبل. الوالد دفع ثمن كتابته ودفع حياته بآخر المطاف. طيب ليش الناس ما تكتب مثل قبل؟ لأنه بعتقد الخطوط الحمر. هل في إغراءات أكثر من قبل برأيك؟ مش أكيد الإغراءات موجودة، الإغراءات موجودة، ولكن القضايا هذلت كمان، يعني ما عاد فيها القضايا المهمة من ناحية، ومن ناحية تانية العواقب صارت كتير وخيمة. يعني الوالد مثل ما قلت من أول الصحفيين اللي قتلوا بسبب شو اسمه، وهيدي عبرة لمن اعتبر. بما أنه عم يحكي عن القضايا، يمكن من قبل كان في قضية عم تحاكي الأمة العربية ككل، لكن اليوم كل بلد في عنده شجونه، في عنده مشاكله، في عنده تفاصيل صغيرة. لا ريكاردو، يعني المشاكل الموجودة بأغلب بالبلدان مثل بلبنان، نحن دايما بنقول انه نحن مشاكلنا بتكرر باغلب العالم العربي، المشاكل هي ذاتها. بس من قبل كان في عندنا القضيه الفلسطينيه، كانت هي القضيه المقدسه اللي كل الامم العربيه عم تحارب من اجلها. اوكي، اليوم ما بقى في عندك قضيه عم تحاكي الجميع او جميع الشعوب العربيه، يعني بس كل وطن بحد ذاته في عنده مشاكله وفي عنده شؤونه وفي عنده شجونه. اكيد وما حدا عم يحكي عنهم. فيك تحكي عم نحكي عنهم على الهامش. يعني اذا بدنا نحكي على الحريه الصحفيه، الحريه الصحفيه الموجوده، بعدنا عم نحكي حريه التعبير وليست حريه التغيير، موجوده بس بلبنان، ما في صحافه حره بالعالم العربي. طيب خلينا اليوم نبقى بس بلبنان، نحكي عن لبنان. ليش اليوم بلبنان بوقف عندك اقلام لأنه تكتب بحريه كامله؟ لانه ما فيهم يغيروا، ولانه عواقب هالكتابات قد تكون جسديه ومميته. ما في شك انه هذا عامل عند اي صحفي او اي كاتب بيفكر فيها عدة مرات قبل ما يفوت بالموضوع، باي موضوع الى قلبه. هلا بيبرم وبتقرا بين السطور قد ما بدك، بس اكثر من هيك ما بعتقد بيقدروا يعملوا اكثر من هيك بالوضع اللي حالي نحن فيه، اللي هو ما في ديمقراطيه بالمعنى الاساسي بالمعنى الاصلي للكلمه، وما في حريه التغيير. بعدين ما بتكتب لمين؟ تكتب 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 باخر المطاف، يا بتنقتل يا بينبعث لك كلمه انه خفف او وقف او احسن لك او تهديد. يعني في ترهيب ما في شك، وهالترهيب خطره بلبنان انه له فتره طويله، يمكن من مقتل البي، من فتره مقتل البي، انه صارت بذهنيه الكاتب وذهنيه الصحفي انه خايف في خطوط حمر، ما لازم اقرب سوا، بلعب حواليها، بقرب قد ما فيه ولكن ما بقطعها، لأنه بتشكل مادة للإغتيال، وهذه صارت بالحرب وبعتقد بعدها موجودة. والدك كان شعاره الحياة عقيدة وجهاد، هل الشعار أيضا بيلازمك؟ يعني كلمة عقيدة شوي صارت بأيامنا تقيلة. أنا العقيدة يعني هو التفكير والإيمان في الشيء، والعقيدة ليست عقيدة سياسية بالمعنى البحت، ولا بنحكي العقائد السياسية شو صار فيها. طيب شو هي عقيدتك بمفهومها الشامل؟ عقيدتي أنا، يعني أنا بنظر أنه عنا بلاد، نحن من العالم الثالث، بلد اسمه لبنان، وعنا جيران لازم يكون في تعاون وتكامل، ولازم يكون في تغيير بكل المنطقة. نحن الديمقراطية بعدنا كتير نحن متأخرين عن أغلب البلدان، يعني رياح التغيير وصلت وقفت ببلغاريا وبتركيا ما كملت لهون. لازم يكون في للمواطن مواطنية يعرف شو هني حقوقه وشو هني مسؤولياته. هذه شغلة ببلادنا غير موجودة. وقت بحكي بلادنا بحكي عن لبنان
وبحكي يمكن شوي أكتر وطأة أكتر بالبلدان بالمحيط. بقى طبعا الديمقراطية والتقدم فيها والعدالة الاجتماعية كمان، يعني هو اللي بيجوا مع بعضهم، هي شغلة المنال الواحد اللي بيحب يصله. تبع عقائديا وين بتختلف انت والوالد؟ لكل ايام عقائدها، يعني ما فيك تجي تاخذ، ما في لا قرآن منزل ولا انجيل حدا يتبعه، ولا ايديولوجية. اذا بنطلع على الايديولوجيات والعقائد بالقرن العشرين، وانا بنظري انه هلا يعني انتهاء القرن العشرين والواحد وعشرين عم نشوف موت كل هالعقائد عفوا، لانه هذه ما جرت الا ويلات. يعني بنطلع على النازيز، بنطلع على الفاشستية، بنطلع على الشيوعية، بنطلع على الصهيونية كعقيدة بالمعنى، نطلع على حتى العقائد العربية اللي هيك كانت شوي من هون شوي من هون شوي من هون، يعني ما كانت. إذا بنطلع فيها هذه كلها فشلت وأدت بالقرن العشرين إلى حروب ودمار ومشاكل لا تحصى. لكن في عقائد بدل موروثة وما نعيش بظلها بدل مرفقتنا كل حياتنا. أكيد الأديان مثلا هيك كمان، حتى في عقائد سياسية، في يعني اليوم الشي جيفارا بعد 30 سنه من مقتله، ولكن شو صار بالشيوعية مثل ما كانت عم تطبق، ومثل ما كان في نظره، يعني كان في عده نظرات لها كمان، الماركسيه واللينينيه والماويه شو صار فيهم؟ بس بعد في عنده موالين، وبعد في عنده تلاميذ، وبعد في عنده، يعني بعتقد هول بيفيقوا بعد شوي، لانه هذا كله فشل وكله هرهر وكله سبب ويلات ومشاكل. يعني إذا نطلع بالاتحاد السوفيتي، البلد المفروض يكون القوى العظمى الثانية، يعني ما بس هر الحيط عندهم كوارث، وباسم الشيوعية شو عملوا ببلادهم؟ يعني هذا كله هرهر. العدالة الاجتماعية، يعني وقت نقول بدنا عدالة اجتماعية وبدنا كل العالم تكون مثل بعضها، طيب هذه محققة بالسويد، محققة بإنجلترا، محققة بفرنسا. طيب هل هناك معتقد إيديولوجي كان أكثر شيء قريب من تفكيرك مالك مروي؟ أو احترمت؟ طبعا أنا رجل منفتح، بعتقد التعاون، وهيدي نظرة. هلا بتقلي شو العقائد الجاية ما بعرف، ولكن اللي عم نشوفه عم يتحول بالعالم، في تحول إلى تكتلات بالعالم عايشة مع بعضها، حد بعضها في لها مصالح تعيش مع بعضها، ولازم يكون لها مصالح، ولازم تكون علاقتهم واضحة. أوروبا مثلا، عندك أمريكا بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، في عم يركب عندك طبعا النمور في آسيا، يعني كلهم هول عم يجوا يقرروا أنه خي آخر المطاف العالم اقتصاد، والاقتصاد الحر هو اللي بيقدم الأمور. وبنظرتي نحن لازم نعمل تنسيق وتعاون وتكامل بين مجموعة بلدان عايشة حد بعض لحتى يصير إلا معنا، وإلا ما بعرف. أنا هذه أقرب شيء لنظرتي كانت تنطرح سياسيا وعقائديا قبل، وما بحياتي كنت انتمي تفكيرا في بكل عقيدة. في كتير أفكار بتكون إيجابية، في كتير أفكار سلبية. بعتقد التعاون والتنسيق والتكامل اللي هو لازم يكون بيلحق بعضه سياسيا واقتصاديا، ويكون في انفتاح، يعني هذا كله الباز تبعه الديمقراطية. بعتقد هذا هيئته الترند اللي رايحة فيه العولمي والدني، وهذا الأقرب شيء على رأسي. مالك، ما نرجع شوي لشخصك، لألك أنت الولد قتل كان عمرك 5 سنوات على ما أعتقد. شو بتسمع عن هالحادثة؟ مين خبرك انه بيك مات؟ كيف خبروك؟ وكيف عشتوا بعد اغتياد الوالد؟ كانت 9:30 بالليل او 10، طبعا كنت نايم انا وخيي كريم الاصغر اثنين بالبيت. بتيجي الوالدة بتلفنا بحرماتنا وبتاخذنا عند ناس اقرباء لنا، نحن عايشين ببيت مري، وبعدنا عايشين ببيت مري، اقرباء لنا بيت شومان، واللي هي بنت عم الوالد وكانت كتير يعني قريبة عليه، وبحطونا هونيك.
هلا نحن فقنا بتعرف اولاد فقنا الصبح انه شو جابنا لهون. القول انه بيكون مريض شوي صار معه بالقلب واخذوه على جنيف بتذكر انه اخذوه على جنيف ليطببوه وراحت العيله كلها بقى بعد اسبوع بيخبرونا يعني بيرجعوا وكل شيء منيح. بعد شيء اربع ايام كانوا موقفين الجرايد على البيت يعني كل القصص هيدي. بعد شيء اربع ايام بيقرا خيي بجريده الحياه ثاقبت نسينا على الطاولة تكملت نبأ وفاة الوالد. هو أكبر مني بست سنين يعني عمره 8 سنين وإجا خبرني بقى. أنا اندفعت عليه وضربته وخبطته يعني ما كنت صدق لأنه شغلي طبعا على ولد كتير صعبة ويتفاجأ فيها بالطريقة. فأخيرا بيجي خي جميل الكبير اللي هو بيكبرنا بشي 10 سنين أنا وكريم وخبرنا أخذنا على جنب أخذنا على دير القلعة فوق مشوار ببيت مري وقالنا انه الوالد اغتيل واحد اصغر قتله. طبعا نحن اولاد ما كثير بنفهم كنا بعد وانه توفى وانه علينا نروح نزور الوالده بالبيت. ورحنا كان طبعا البيت مليء بالعالم يعني شيء بتذكر وهيك خفت قد ما كان مليء وهيك عرفنا. هلا كيف عشنا؟ طبعا كانت واقعه كثير كثير وقعها على العيلة كتير كبير. انتو 5 ولاد؟ نحن 5 ولاد. في حياة، في لينا، في لينا، في كريم وفي انا. كان وقعها ضعضعت كتير مثل بس يكون رب اي عيلة بي 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 بيختفي او بيموت او بيتوفى بالضعضع. وطبعا ظروف مقتله وتحوله بكتير امور الى اسطورة عبر الجماعات اللي حوالينا يعني جعلت الوضع كتير صعب. طبعا باغتياله خسرنا الوالدة بمعنى كأمومي لأنه اضطرت هي تنزل على الجريدة وأصبحت شبه غيبة. أصبحت شبه غيبة ومثل ما يعني مثل ما بتعرف الجرايد بتبلش من 2-3 بعد الظهر للصبح. للصبح بقى هي الفترة اللي الكل أنت بأمس الحاجة لألها. ايه طبعا بترجع من المدرسة ما في حدا بقى. خسارة الوالد كانت إلى حد ما بالمعنى البيتي للأمور هي خسارة الوالدة بنفس الوقت. طبعا حاولت قد ما فيها تغطي هالعجز هذا وهالظروف هذه ولكن كان لها تأثير ما في شك وتأثير يعني ما عدنا عائلة كلاسيكية بالمعنى هاي. قربت بيناتنا وبعدت في أمور بعدت بيناتنا يعني كعائلة صغيرة. شو هي الصورة اللي حاولت تزرع عن الوالد بأذهانكم وبتفكيركم وبعقولكم؟ طبعا كان تعملك 5 سنوات خيك كان عمره 8 سنوات او 7 سنوات ما كنتوا واعيين كثير منيح عن الوالد. شو خبرتكم عنه؟ الغريب بالقصه انه الوالده ما بحياتها اذا بدك تدخلت وحطت براسنا انه بيكون كان هيك وبيكون عمل هيك وبيكون سوى. يمكن اما المانيه هي بنت البصار دكتور بنت الدكتور عبد اللطيف بصار واما المانيه بقى في هيك هالبروده شوي اذا بدك. ما بحياتها اجت قالت لنا انه كان اعظم صحفي واعظم ابدا. تركت الموضوع مبهم ويمكن بفترة من الفترات كلنا مرق بعمر شكلت له مشكلة ولكن مع الأيام بس تعرفنا على كتاباته على أعماله من الأصدقاء والأصحاب ومنها يعني ما كانت سيستماتيكي أنه هيك هيك هيك. تعرفنا على الشخص بشخصه كما هو أكثر من كما يزرع بالعقل انه والله بيكون كان هيك وما انزرعت براسنا صوره محدده. بقى كنا منفتحين على الموضوع شفنا الشخص له اخطائه وله الامور المنيحه فيه. اكيد اعماله كانت بالنسبه لشخص بعمره بظروفه وبظروفه بعصميته قدر وصل لمحلات كتير عالي واللي بعتقد اذا بتطلع فيها هلا بلاقي انه هالطريقة بالتربية اذا بدك جعلتنا نقدره أكثر لانه صار الموضوع عن اقتناع نظرة له عن اقتناع وليس عن زرع في الدماغ. صح. كم مروي ترك الصحفي مؤلفت المعنى قبل شوي من الحياة من الديلي ستار طبعا لما تانت وقفت بعد اتفاق أبرم بين غسان تويني وبين ملك مروي لأنه ما بيدخل كامل مروي ما بيدخل بالشقة الفرنسي ما بيدخل غسان تويني بالشقة الإنجليزي. نحن نعرف أنه اليوم الحياة ما عادت ملك آل مروي أصبحت ملك الأمير خالد بن سلطان. ليش؟
يعني منا بسيطة. ليش؟ في عدة عوامل دائما بتدخل بالأمور. طبعا عدم الاتفاق هو شغلة طبيعية بأي علاقة. لازم أذكر أنه أنا بال76 سكرت الحياة لأنه كان مكاتبها بالحد العزريين، وكانت الحرب الأسواق طاحنة. بقى ضلهم فترة حوالي 20 يوم بالجريدة، ما قادرين حتى الموظفين موجودين ما قادرين يطلعوا من المكتب. بقى كانت فترة صعبة، بقى اضطرينا نسكر الجريدة لأنه لا ورق بطل يوصل ولا فيك توزع الجريدة، والموظفين بطلوا يجوا لأنه مركزها كان صعب جدا. بقى وضلينا كل واحد يعني شيء أكمل درسه، شيء اشتغل بالصحافة فترة خي جميل. لا و دايما عم نتطلع لإعادة إصدار الحياة. أول شيء لأنه منعتبرها رسالة اغتيل الوالد بسببها، وكان إلها كان إلها هيك يعني رسالة لازم توصل. ما نظرنا لها بس إنه والله هذه شغلة بينا، كنا مقتنعين فيها، والله يمكن هذا بسبب التربية بيناها. توقفت بال76 وأعدنا إصدارها من لندن بسنة 88. هلا طبعا لندن لأنه لبنان كان غير موجود بالمعنى، كانت الحرب دائرة ومستقبل وغريب ومش عارفين شو عم بيصير. لكن من لندن أصبحت هي بحل جديد طبعا، وأصبحت عم تتوجه لكل الأمة العربية أكثر من قبل. هي لك أصبحت صحيفة عربية ريكاردو. الحياة تاريخا حتى عن أيام الوالد كانت تعتبر صحيفة عربية أكثر من صحيفة لبنانية. يعني وقت اللي كانت الحياة بسنة 63 تبيع 10,000 عدد ببغداد، 8,000 عدد بجدة، كانت أولى الصحف العربية بالمعنى الشامل. حتى لو تجي نهار نهارين مؤخرة، بس السبب ما كان عندهم جرائد، وكانت هالجريدة توصلهم بليبيا بالمغرب بتونس. يعني كان إلها وقعها بالعالم العربي، يمكن اللي بيحسوها بالعالم العربي أكثر من حسها بلبنان. لكن الشق اللبناني أو الملبنان كان يمكن أوسع من اليوم. كان أوسع من اليوم أكيد، ولكن السوق يعني وقت اللي بدك تعمل أنت شيء جديد من لندن عم تتوجه إلى سوق عربي، سوق عربي إلى أكثر من سوق عربي، لأنه عندك العرب بالدياسبورا صاروا كميات يا محلى. اليهود يعني المصاروا هربانين، والسوريين واللبنانيين والعراقيين وكله. الحياة توزع بالوقت الحاضر 60 بلد وتطبع ب6 7. تغيرت العالم، تغيرت والظرف تغير. بقى بس بال88 عدنا إصدارها. بلش بالمشروع خي جميل، ورفقته أنا وخي كريم بكل خطى. وكان لازم نطلع شيء لجريدة تكون الجريدة الثانية إذا بدك بالعالم. يعني أنت بلبنان بتقرأ جريدتك المحلية، والجريدة الثانية تبعك اللي بتعطيك الصورة الأوسع شوي كانت الحياة. كان معنا خالد بن سلطان أحد المساهمين والممولين الكبار، وصار في اختلاف بالرأي. طبعا كان في عنا قرارين، يا منحجم الجريدة، كنا اخذين تقريبا حوالي 30 أو 35 صحفي من لبنان، هي بلشت كلها لبنانيات يعني لبنانيا الصحفيين اللي فيها، يا بدنا نحجمها اللي كان حرام لأنه كانت بلشت تطبع بحوالي 4 بلدان بفترتها، أو نحن نقدر نخرج فيه منها ويضلوا الشباب ويضلوا. فانسحبتم. فانسحبنا، وهذا اللي صار. اليوم مالك مروي، هل بتحلم أو هل عندك الرغبة والتصميم على استرجاع الحياة؟ استرجاع الحياة يعني طبعا في شغلتين بتتعلمها ريكاردو. طبعا التاريخ مهم، والحياة يمكن أحد أسباب خسارتنا إلها هي نجاحها. يعني وما مش ناجحة ليش بدك تخسرها؟ ما حدا بيكون بده إياها. ولكن استرجاع الحياة طبعا كل واحد بيفكر فيها، ولكن هذا تاريخ اللي عملت فيه خبرة الحياة. 4-5 سنين اللي اشتغلت فيها، وكان مشروع كتير 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 مهم يعني على الصعيد الصحافي والتقني والإداري، ويعني مشروع عالمي. بخليك تعرف انك انت باخت المطاف عم طلع جريدة، يعني مش الجريدة خلقتك. طبعا اسم الحياة ساعد كتير
ولكن اسم الحياتي بيقدر يصمد 6 شهور 7 شهور اذا الجريده مش كويسه. لكن الحياه جهاد. والحياه جهاد. ولكن يعني في الواحد يطلع جريده اذا تركبت التركيب اللي صار عنا خبره كثير كثير اهم فيها من الاول. يعني كنا مدفوعين بالاول بحب المصلحه وبالتاريخ وبالرساله، هلا في خبره كمان كثير كثير مهمه. وفي واحد يصدر، انت بتصدر جريده مش جريده بتصدر. طبعا ان شاء الله خير على كل حال. ان شاء الله مالك مروي حتوقف مع العلين لاول مره، بنرجع نتابع لقائنا، شو رايك؟ شكرا. اصدقائي المشاهدين، برنامج مرايا مستمر معكم، القسم الثاني من هالحلقه بنتابعها بعد الوقفه الاعلانيه، خليكم معنا. مالك مروي، انت اليوم بتنتمي لجيل الشباب اصحاب الاحلام الكبيره والطموحات طبعا والمشاكل. من هون بحب اتناقش انا وياك بكم موضوع عن معاناه شبابنا اللبناني. ما في شك انه الخسر اللي كبير من الحرب كثير كثيره، في كم هائل من المعاناه ومن المشاكل. ما في شك انه الخسر الكبير والاكبر من الحرب هو الشاب اللبناني. في قسم خسر فرصه العطاء ودمرت احلامه، في قسم حمل السلاح شارك بالحرب ايمانا منه بعقيده معينه او معتقد معين فخسر حياته، وفي قسم بعد الحرب وجد نفسه ضائع على الرصيف لوحده، حد عم يطلع فيه عايش على الهامش. وقسم كتير قليل من اللبنانيه او من شبابنا اليوم عايش حياه عاديه، اذا فينا نسميها عاديه، بين هلالين. الى اي مدى بتوافقني هالراي؟ وبرايك شو هي الخطه المفروض اعتمادها لاعاده اشراك هؤلاء الشبان اللبنانيين او الشباب اللبناني بالحياه من جديد؟ بس بالنسبه لي الخاسر الاكبر بهالحرب اللبنانيه بخساره شبابه هو لبنان. يعني وقت البلد بيخسر شبابه وبالطريقة اللي وصفتها ويمكن أكثر، يعني اللي حارب خسر حياته، لأنه بآخر المطاف شو ما كانت عقيدته ما وصل لمحل، بالعكس يعني اتأخر عن ما لازم الشاب يكون عم يشتغل يحسن حاله ويدرس ويتقدم، هذا انتهى وبيحزنه يعني هول. وفي قسم على الهامش، وفي قسم اللي عايش حياة طبيعية بنظري باني حواليه هيك مثل عايش بكبسولي، ما عم يتعاطى بالشأن العام ولا دخلوا بهال، بتحسوا ما دخلوا بهالجو هذا، وفي خسارة كبيرة. الشباب اللبناني بالوقت الحاضر طبعا الدولي في طلاق كامل بين الشباب والدولي والمؤسسات الدولية. يمكن إذا نسينا مؤسسة الجيش لأنه عم يشتغلوا شغل بخدمة العلم وباستقطابهم لأصحاب الخبرات في القطاعات الطبية والهندسية واللي عم بيصير في تفاعل بين اللبنانيين. أنا بقول في طلاق تام بين الشعب اللبناني ككل والدولة والمؤسسات. طبعا إلى حد ما، لأنه الدولة اللبنانية وتركيبتها بالعكس رجعت لورا بسبب الحرب. صار عندك مفاتيح هن دايرين البلد مثل ما بدهم. كيف يعني؟ يعني في عندك محسوبيات، في ناس راكبة، إذا كنت شابك بهالكهرباء اللي هني بيولدوها بيمشي مطارك تمشي حالك، ما شابك بتروح عليك بتروح عليك، لا بس تهمش لأجل غير مسمى. يعني لأجل غير مسمى هذا الواقع، ما بعرف، ما فينا نحكي هوروسكوب، نحكي بالمستقبل. إذا أنت اليوم مش محسوب على حدا، شو مصيرك برأيك؟ بالوقت الحاضر وضعه صعب، الشاب اللبناني مثل ما قلنا، خصوصا في تفاعله مع الدولة ودخول الشباب وعنصر الشباب وهو عنصر التغيير وعنصر التقدم في أي تركيبة، عدم دخوله إلى اللعبة السياسية وعدم دخوله إلى الإدارة وعدم دخوله الى القضاء وغيره وغيراته من اركان الدولة، اللي عم تخسر هي الدولة والشباب بنفس الوقت. بنظري الحرب وقفت التطور الطبيعي لخلق طبقة شبابية، لخلق مناخ مناسب. طبعا بقى فيها الطلاق الكبير، وبعتقد الدولة أو الحكومة، لأنه مش عم نبني دولة، نحن ما عندنا دولة، عندنا حكومات، وفي منا منيح وفي منا أحسن وفي منا يعني في حكومة واحدة هلأ،
في حكومة وحدة إلى فترة بوقت من الأوقات كان في حكومات عادي طبعا، هلأ في حكومة وحدة، وبعتقد بيكون خطأ كبير إذا ما ببلش تتعاطى مع العنصر الشبابي. نحكي كيف بدها تصير ما بعرف. أنا بعتقد بقول مرتي الجاي في عنا انتخابات بلدية لازم الشباب يفوتوا فيها. إذا صار في انتخابات بلدية، إذا صار في انتخابات بلدية أو أي نوع انتخابات، يعني ما بدنا ندعي لثورة، لازم يحصل التغيير من داخل التركيبة الموجودة. ثورة ممنوعة على كل حال، ثورة ممنوعة وغير مطلوبة. في تغيير عقلية بمحل ما بالحكومة وبالدولة اللي بعتقد عم يخسروا كتير إذا ما بيصير في تجديد بالتركيب السياسي اللي هي بآخر المطاف بدها تمثل. وبعدنا عم نحكي إنه يمكن 50 أو 60% من الشعب اللبناني، الشعب اللبناني تحت 30 سنة. صح. بقى هذا مين بيمثله؟ هلا كيف فينا يدخلوا على هذا الموضوع؟ شغله شائكه جدا. نحكي بالاحزاب مثل عم كانك عم تحكي بالطاعون، مسموح يكون في احزاب؟ هل فكره انشاء احزاب مسموح؟ ما بعرف اذا الشعب اللبناني بعده ظاهر، يعني كلمه حزب بتفزع ببلادنا، وبقدر افهم ليه، لانه الاحزاب تحولت الى ميليشيات، وميليشيات طائفيه الى اغلبها بالوقت اللي هي الحل لكل المشاكل، بالوقت اللي هي الحل. يمكن لازم نعمل لها ماركتينج ونغير لها اسمها، يمكن تجمع، يمكن اللي هو، ولكن لازم يصير في تعاضد عند الشباب والدخول في اي معركة ديمقراطية. ذكرنا البلديات، ذكرنا ما يتهمشوا، يعني جربنا بانتخابين لمجلس النواب وصار في مقاطعة كبيرة، بقدر اتفهمها، ما بقدر اقبلها يمكن، ولكن بقدر اتفهم كثير من امورها. وصار واضح انه في الواحد يحدث تغيير، حدث بعد الخروقات لنحكي بالمعركة النيابية، بالانتخابات النيابية، صغيرة قليلة، ولكن اذا صارت في مشاركة عارمة وكبيرة من الشباب لتنتخب مجموعة من الشباب كمان، يعني ما بدنا نرجع ننتخب نفس التركيب الموجودة، بعتقد قد تحدث تغيير. برأيك الخروقات اللي صارت بانتخابات النيابية، هل كانت خروقات بالمصادفة أو كانت خروقات مدروسة معروفة من قبل نتيجة؟ يعني كانت إلى سقف واضح، أنه إلى سقف، ولكن بتصير صعب كتير، لأن يقال نتائج الانتخابات كانت معروفة سلفا، هكذا يقال كتير أمور، بس إذا ما جربنا ما بنعرف. يعني الحق الكذاب عباد داره مثل ما بقوله، بده الواحد يدخل بهالموضوع، لأنه مثل ما نقول نحن بدنا نغير من ضمن النظام، وإن شاء الله النظام يغير نفسه وهيك يصير فيه حيوية، لأنه بآخر المطاف كل ما يقرر اليوم من الموازنة لعجز الموازنة لشو منبني لشو مندفع لشو آخره، نحن دافعين تمنه مش هن. في دور هامشي تهميش للدور الشباب، في تهميش لتنظيمهم، يعني نطلع على الجامعات وتوجيههم، وين التوجيه؟ في عنا ما بعرف كم كلية بين أداب وبين محامين وبين، طب كم واحد صار مخرج منهم؟ شو بدهم يعملوا؟ عم نسكر أبواب العمل بالتلفزيونات وهالقانون الإعلام الاستنسابي، وطب هولي صار في عنا كم هائل من المحامين، من الدكاترة، من الصحفيين، طب هذا كله بده يظهر ما حيلاقي شغل. بعد إذ صار في لازم الدولة تشوف شو هي فرص العمل قد تأتي، يعني نعمل بلان لشو بدنا ببلدنا، شو حيصير فيه، برنامج أولويات. إذا مطلوب عفوا وين التعليم المهني؟ يعني شو اللي بيطلع مصاري هلا؟ اللي بيخلي ابن بيروت أو ابن جنوب أو الصحفي أو المعلم أو شو اسمه قاعد ببيته، اللي عم يشتغل بيشتغل بإيده. التعليم المهني مش شيء خطأ، بالعكس، ومش شيء عيب، بالعكس حاجة ماسة اليوم، حاجة ماسة أكثر من قبل. ومني شايف الدولة عم بتروح بهالاتجاه، يمكن عم بتجرب تروح بهالاتجاه، ولكن لازم يكون في دعم أكثر وتعاطي أكثر بهالموضوع. صح. مالك مروي، البعض من الشباب سمحت لهم الظروف انه يتركوا لبنان خلال الحرب ويدرسوا برا،
عن انتهاء التقاتل فكرة العودة يستهوتون، لكن التنفيذ ما شمل الجميع. في قسم، في مجموعة رفضت ترجع على لبنان لأنها ما لقيت إلها وطن، في مجموعة أخرى صدمت بالواقع فحرمت عقاب السفر من جديد وتركت، والمجموعة الأخيرة شافت الواقع وقررت تبقى وتواجهه. كيف بتفسر هالتفاوت بنظرة الشباب للمجتمع أو للواقع اللبناني؟ وإلى مدى أنت حاسس أنه هالوطن قدر يعطيك الثقة والأمان لمستقبلك ويستوعب أحلامك؟ يعني إذا بنرجع نحكي شوي عن دور الشباب والمشاكل، السؤال الأولاني، أحد المشاكل اللي بيواجه الشاب اللبناني هو شو هو لبنان؟ مش واضح شو هو لبنان، كيف ما في شفافية بلبنان، كيف يعني البروسس السياسي غير واضح، ولأنه ما فيك مثل ما حكينا ما فيك تغير، في حرية التعبير وليس حرية التغيير. طب ما في الواحد بيوقف قدام محل الحياة قدامه، كل إنسان بواجهه بطريقته، في إنسان بضب كليكيش وبروح لأنه قادر يروح، في ناس بتجرب تتسلق هالحائط وبتفشل ويمكن تروح، وفي ناس ما يعني حبت ما تعطب هالموضوع. مشكلة لبنان بطريقة حكمه، وإذا بدنا نكون واضحين ما في شفافية بالعلاقة اللبنانية مع سوريا مثلا، لناخذ هالمثل اللي هو يمكن أكتر شيء فيه هيك، ما بعتقد في عدم وضوح لإله، ما بعتقد مش عم بيجي يقول انه هيدي شغلي عاطلي العلاقة والتعاون والتكامل بكتير امور اقتصادية، ولكن بدها شرح. العلاقة مع سوريا لازم تكون علاقة استراتيجية مثلا، مش علاقة والله كل ما اختلفنا على مختار منضب كلاكيشنا بيطلع اربع خمسة وفود، اذا بس اربع خمسة وفود على الشام لحتى يحلوها. هيدي خلقت مشكلة، وبعتقد هيدي بدها توضيح، وتوضيح من الجهتين والاتفاق على شو هو طريقة الحكم بالبلد، شو هو وين رايح لبنان اقتصاديا. يعني ما بنعرف شو هو لبنان، هل هو بلد صناعي؟ أكيد لا. هل هو زراعي؟ هل هو سياحي؟ ما في توجه كامل. بقى الشباب في ناس ما عندها وقت أو ما عندها القدرة المادية تكمل، قدرت تلاقي محل برا، وهذه ما شغلة جديدة بلبنان، هذه من نحن منورد أهم صادراتنا هي الأدمغة، وهذه يعني بس نحن اليوم بحاجة للأدمغة للأسف. المشكلة عم تتفاقم، في أدمغة فيك تستعملها، في أدمغة كبرت كتير على البلد كمان، يعني صار بلد ضيق بالنسبة لها، ضيق لها فرص العمل خفيفة كتير، والتوجه يعني بعتقد موضوع التوجه هو شغلة مهمة، والمحسوبيات كل منها عم تكتر وتكبر، المحسوبيات يعني عم تخنق المواطن بالتالي، المحسوبيات والطائفية. أنا بنظري التشرذم الطائفي، ما عاد ما نحكي طائفي بأكملها بصوت واحد، صار من ضمن الطائفة الوحدة المذاهب، حتى من ضمن المذاهب كمان في عندك تشرذمة المرجعية بالمذاهب، وكل واحد له محسوبيته، وهدي إذا فيك تهدي. برأيك مالك مروي ليش اللبناني مسيس لهالدرجة؟ ليش بحب السياسة؟ يعني ما في شعب بالعالم كلياته بحب السياسة وبيطلع الأمور السياسية وبيقرأ جرايد وبيتابع أخبار قد اللبناني؟ ليش بطل يقرأ؟ يمكن بيشوف تلفزيون. بشوف تلفزيون لأنه إذا أجت عاصفة بالصين بتأثر علينا هون. لبنان يمكن أخف هلأ، ولكن بمرحلة الصين كتير بيعدنا، لا حتى بالصين أمرار ماليزيا وقصاصه. لبنان حتى من فترة 4-5 سنين كان هو محور التجاذب العالمي إذا بدك، يعني مشكلة بأيامها بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، تلاقي المعارك بقلب وسط بيروت. بقى أي تغير بالعالم بيأثر بتأثير واضح على اللبناني. أرضنا أرض خصبة، نحن فاتحينها مش هيك؟ نحن مخلينه للأسف. مالك مروي، ليش برأيك بالانتخابات النيابية الماضية كان في زحمة مرشحين؟ يعني هل هالشباب او هالهجمه كان سببها الوعي السياسي، الالمام بالقضايا الكبيره، ام كانت حبا للوجاهه، حبا للتباهي، حبا للاقتناء البلاك الزرقاء او اللوحه الزرقاء؟ كثير مهمه البلاك الزرقاء،
بيصير دغري بس ياخدوها بتنسخ خمسة ستة. لا ما فينا نظلم الكل، أكيد في من الكل، في شباب كتير داخلي عن اقتناع مش بس شباب، عم نحكي عن الجميع، وفي مرشحين كتير كمان، يعني ما فينا كمان نقول والله الجيل الماضي كله عاطل، في منيح وفي عاطل، كل الأعمال كل شخص له منيح وله ردي. ما في شك أنه في كتير أشخاص كانت مفتكرة أنه حابة تفوت لتغيير، لإحداث تغيير، وإلا التغيير ما ضروري يكون ثورة، التغيير هو شيء بياخد وقت كتير، بياخد بده مدى، ولكن بدك تمشي أول فشخة. التغيير يمكن ياخد 10 سنين أو 20 سنة أو 5 سنين، ولكن بدك تبدأ، لكن النيات بتبين، إذا حدا عنده نية بالتغيير هذا الشيء بيكون ظاهري، مشان هيك ما نجح كتير منهم، ما بيدا المستتر، ما في كتير منهم نجحوا، ولكن مين نجح منهم؟ في كتير شباب كويسة، في مجموعة تسميها المعارضة البناءة أنا من عبر البرلمان، ورموزها معروفة، وبعتقد شغلنا عم بيكون كتير واضح، يعني ما عم بيكون سلبي كل الوقت، عم بيقولوا القصص المنيحة اللي عم تقوم فيها الحكومة والقصص مش منيحة، وهذا بعتقد بيخلق مصداقية عند المواطن اللبناني، لأنه هذا ناقصنا، الشفافية والمصداقية. للمرة الثانية هتوقف مع فصل إعلاني أصدقائي المشاهدين، القسم الثالث والأخير من مرايا مع ضيفنا الليلي مالك مروي، منتابعه بعد هالوقفة. بنوصل للقسم الثالث والأخير من برنامج مرايا مع ضيفنا الأستاذ مالك مروي. وقت بيزوج الإنسان بتقلب حياته رأسنا على عقب مثل ما بيقولوا، فالزواج خطوة جريئة ومسؤولة. شو هي الزواج بحياتك؟ يعني الزواج أكيد بيغير حقبة بيمرق فيها الإنسان ولازم يمرق فيها، ولكن التغيير المهم بيجي مع الأولاد. الجيزة هي إلها هالتغيير مهمة، ولكن الأبوة هي شغلة تغيير جذري. طبعا مع الأبوة بتسقط اعتبارات وبتحل محل اعتبارات أخرى. كيف تمارس أبوتك؟ يعني أولادي صغار، بس بعتقد يعني الواحد بده يحترم رأي الصغير، لأنه بعتقد شخصية الإنسان بتبلش من عمر كتير صغير، كتير ببين، بقى لازم الواحد يكون عنده احترام لها، والتهذيب شغلة مهمة يعني ضرورية، بواجب لكل أب أو أم. مالك مروي، عشت فترة من الزمن بلندن، حياتك بالعاصمة الإنجليزية البريطانية، شو أعطاك المجتمع الراقي المتميز المميز ومتميز بإتيكات والبرودة؟ شو أعطاك أو شو أكسبك؟ يعني تحملهم للأجنبي كان شغلي كتير كتير، وقبولهم للإنسان مثل ما هو. طبعا الديمقراطية عندهم شغلي كتير مهمة، يعني حتى أنا كنت بأيام مارغريت تاتشر، وقت اللي سقطت وأسقطها حزب العمال حزبها. الحلو مثلا بتروح من مركز من تين داونينج ستريت، بتروح على باكنغهام بالاس لحتى تعطي استقالتها للملكي، بتروح بالسيارة التابعة لرئاسة الوزارة، وبتظهر بسيارتها الخاصة، يعني ما في، خلص دورها انتهى. ومع أنها كانت جبارة وامرأة الحديد، يعني ما بتحس، اختفت الى حد ما، مع انه بعدها يعني لها ظهور، ولكن كتقل حكومي انتهت. وهذه شغلي عظيمه، وعملوها بوينستون تشرشل بالحرب، ويعني هذه شغلي غريبه وبتعلم كثير. بعد في عندي سلسله من الاسئله السريعه رح اطرحهم عليك، ورح اطلب منك بالمقابل تجاوب عليهم بكم جمله، ما رح نطول كثير وفعنا كثير وقت. في كثير ناس بيسالوا خصوصا الصبايا، ليش اللحيه مرفقتك على طول؟ والله مرضت فترة من 4-5 سنين، 10 أيام وطلعت وتركناها. والشيبة من ربنا. كل شيء بالحياة له ثمن بيقولوا، إلا كل شيء له ثمن إلا الحياة كلها. الموت حقيقة لابد منها، هل بخوفك الموت؟ الموت في كلمة بتنقال، الموت حق والحق لله، ما بخاف منه. بنظرك مين هن الناس الضعفاء بالحياة؟ من هم الضعفاء؟ الجهلة. المرأة كائن غامض، هل صحيح هذا القول؟
المرأة الذكية هي مرأة خطيرة على الرجل، شو تعليقك؟ بالعكس مش خطيرة أبقى، ما في يعني، بالعكس وراء كل رجل عظيم امرأة. هل بتغفر لامرأة خانتك؟ الخيانة بأي من صاحب أو من امرأة أو من مكان صعب. أهم صفة موجودة عندك شو هي؟ رأي. أسوأ صفة موجودة كمان رأي. مين كنت بتحلم تكون؟ ما حدا. الرواية المفضل عندك؟ يعني بالإنجليزي هيمينغوي، وبالعربي نجيب محفوظ. الثورة اللي احترمتها أكثر شيء؟ الفرنسي. التجربة التعيسة اللي عشتها بحزافيرة؟ الحرب اللبنانية كانت كثير كثير صعبة. هل في شيء معين بتذكره من الحرب؟ في عدة، يعني كلنا مرقنا على حواجز، وكلنا أكلنا قتل، وكلنا انحبسنا، وكلنا يعني في شيء صورة راسخة على طول بترافقها؟ كلها بالنسبة إلي كانت حرب ما إلها معنى. على أمل أنه هالأيام أو هالمآسي اللي عشناها ما تتكرر مرة تانية وما نرجع نعيشها. أنا بشكرك وبشكر حضورك وجودك معنا. مالك من وقتها من الشباب اللي معتز فيهم، وإن شاء الله تقدر تتوصل لتحقيق أحلامك طبعا ولإحراز أهدافك، خصا بهالبلد وبهالمجتمع إلى وقت الصعوبات تحبط الإنسان. ما بعرف، أنت نموذج لكثير من الشباب، نتأمل أنه يقدروا يلعبوا دور بالمستقبل، ومتأمل أنه هالشباب هولي نحن طبعا نشوف حالنا فيهم يكونوا هني رواد أو أبطال أو أقطاب المستقبل بلبنان. على الإنسان يجرب إن شاء الله خير. بتحب تضيف شيء؟ شكرا. كانت تجربة كويسة؟ كثير كويسة. تلفزيون ماشي الحال معه؟ في مشكلة. ونعيدها مرة تانية؟ إن شاء الله. أنا رح أشكرك ورح نبعت سلامات معك للمولود الجديد. إيه. صار عمره هلا شهر تقريبا؟ صار شهر أقل شوي. مبروك. الله يبارك بعمرك. مني من المشاهدين طبعا. رح نتشكر المشاهدين اللي تابعونا. نشكر فريق العمل اللي طبعا ساعدني بتنفيذ الحلقة الشيقة اللي صادفنا من خلالها السيد مالك مروي. بلتقي فيكم الأسبوع القادم طبعا بنفس الوقت، مرايا نهار الجمعة 9:30 10 حسب الإعلانات، لكن تابعونا. ومن مالك مروي ومني تصبحوا على ألف خير.